لغاية المطلوب. هذا اللي ودي اني اقوله بعد قبل. الله يسعدك. الله يسعدك ويوفقك ابو سيف. احنا فعلا في حاجة لتفقد مثل هذه الامور. اول شيء هذه من محاسن الاسلام. اي من محاسن الاسلام. يعني انا اذكر مرتين كنا في بودابست عاصمة هنغاريا في اوروبا الشرقية في عام 2000. كنت انا واحد المشايخ، المترو كان مزدحم كلهم طبعا نصارى بالله، انا وخوي المسلمين ومعنا واحد اوروبي من الديرة نفسها بس انه مسلم، وهو جزاه الله خير اللي يترجم لنا في رحلتنا. فإذا حرمة يا أبو سيف كبيرة في السن معها أغراض، قاعدة تركب تبغى تركب المترو ولا الأغراض كثيرة، وذولي معها من بني جلدتها وجنسيتها ما حد ساعدها. نزلنا أنا والشيخ معي. أيوة. ساعدناها، حطينا أغراضها بد عند كرسينا خلينا تقعد هي، وإحنا وقفنا والله. أي والله العظيم. فأنا بنفس لباسنا قالت لي وشو أنتم كذا؟ يعني اللي يتصرف تصرفهم دائما اذا شيء ارهبهم يقولون تقول لنا انتم بشر، انتم ملائكه، ابتسامتكم معي واخلاقكم وتحطون اغراضي. والله قلت حنا مسلمين، احنا مسلمين. انت لو امي كبيره في السن طاعنه في السن، قلت احنا في ديننا لو انت امي ما خليك تطلعين، انا اجيب لك كل شيء لحد عندك، احنا ندخل الجنه عن طريقك. تمام. الله، انت باب من ابواب الجنه. واخذ تصيح يا ابو محمد، قسم بالله يا هي بكت بكاء. قالت مثل ما ذكر ابو سيف، قالت عندي اثنين من عيالي ما شفتهم من سنين. ما شفتهم من سنين. هذه الاشياء اللي يذكرها ابو سيف هذه ترى حقائق في اوروبا وفي امريكا وفي دول كثيره جدا. من محاسن ديننا تعق امك تعق ابوك ما تدخل الجنه. ما في ان شاء الله شديدين مو بشديدين، بل حتى ديننا يقول لو هو مو مسلم، لو ابوك مو مسلم يجب عليك بره. وش هذا؟ أي دين نجده إلا في الإسلام، من محاسن الإسلام. يوصي بالوالدين، يوصي بالجار، يوصي بالصغير، يوصي بالكبير، ليس منا من لم يوقر كبيرنا ويرحم صغيرنا. يوصينا بالبهائم، أحد يوصي في دين في دين في العالم يوصي بالبهائم؟ هذا دين الإسلام. يعني امرأة حبست هرة لا وكلتها ولا تركتها تأكل دخلت النار. امرأة بغية من بغايا بني إسرائيل ساقت كلب رحمته دخلت الجنة. هذا الدين العظيم اللي نحتاجه يا ابو عبد الرحمن. واحنا اليوم فعلا انا دائما اقول لما نروح للدول الاوروبيه اقول ركزوا على محاسن الاسلام، اظهروها اللي هي موجوده يا ابو عبد الرحمن. لا شك ان الغرب والشرق غير المسلمين عندهم جفوه كبيره جدا. صحيح. لا في حيث تربيه الابناء ولا في الرأفه والرحمه بكبار السن. صحيح.